أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم يا جماعة، النهاردة هنتكلم عن النقش الإسكندراني. دي من برضو من الحمام اللي هو المصري، البيوت القديمة جدا، والحمام اللي هو يعني حتى الشكل بتاعه مميز جدا، حتى فيه شبه من المزجيات اللي هي الدباني، بس اللون بتاعه أخضر. طبعا ده من الحمام برضو المصري القديم، وهو كان بيعتبر زمان للزواجل. حد يقول لي اصل الزواجل ده بيت تاني وكده، لا، ده كان زمان في العهد الاسلامي بيعتبروا الحمام اللي هو المصري القديم ده زي الصوافات والوزارات واللي هو احنا الاطقطق والكلام ده كله، من الزواجل كانوا بيسموه برضو في بعات الرسائل والكلام ده. الحمام ده بيتميز زي ما احنا قلنا، الريشه بتاعته عريضه، الطول بتاعه بيتميز بتاعه بالطول بتاعه، الحجم بتاعه طويل. طبعا الريشه العريضه، الحجم بتاعه والوش اللي داخل في بعضه، عدسة العين برضه تقيله زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما شاء الله الله اكبر، اللون بتاعه جميل جدا، اللون الاخضر الزيتوني. طبعا ده برضه بيتميز ان الريشه بتاعته عريضه مع الطول بتاعه، ده بيخلي الهواء ياخده ويطير زي ما بيقولوا بينجم. غير الزواجل بقى، الرميات والحاجات دي اللي هي طيرانها كله في الواطي، بيطرفوا بس حوالين البلد. ده دايما الحمام المصري القديم دايما معروف ان الهواء بياخده ويعلى على طول بقى في قلب السحاب بينجم زي ما بيقولوا. طبعا الزرق بتاعه اللي هو اللي داخل، او البوز بتاعه اللي هو داخل في بعض من جوه، ده بيخليه ان هو ياخد هواء او يستنشق هواء بكميه كبيره قوي، فده بيخليه خفيف مع الهواء يقوم يرفعه اكتر، ايه يعلى يبقى على ارتفاع عالي جدا. غير بقى كمان ان هو زي ما احنا قلنا تاني، الريشه العريضه وجسمه بيمكنه ان هو ايه يطير على ارتفاعات عاليه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معانا يا جماعه نوع تاني من الزواجل، اللي هو ده زي ما انتم شايفين كده، عدسه العين برضو ما شاء الله تقيله جدا. دايما لما يبقى فيها يا جماعه عدسه العين بتبقى تقيله كده، العدسه العين دي موجوده سبحان الله، ربنا عاملها في الحمام عشان تقرب عليه المسافات اكتر، زي زوم، زي بالظبط الاسكوب، عشان يقدر يشوف بيته من مسافه بعيده جدا وهو طاير على ارتفاع عالي جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة النهاردة هنتكلم عن الزاجل المصري، كما انتم شايفين كده زاجل مصري أو مرسل مصري، مرسل مصري زي ما انتم شايفين كده، مرسل أسود. الزرق بتاعه أخد وش كيرف مع الوش بتاعه، والعدسة العين تقيلة، المنوار برضه الخشبة بتاعته تقيلة، العظم بتاعته زي ما انتم شايفين كده. طبعا الكتير بتاعه عريشة واحدة،